كمان كان مصلحة البلد هي الأهم، وكان مهم قوي ان احنا كمان الايام ديت نصل لليوم النهارده الخمس سنين بالضبط هذا اليوم، عشان حضراتكم تفتكروا لو سمحتوا، افتكروا لو سمحتوا الخمس سنين كنت فين في اليوم ده؟ هنا ولا هنا ولا في المنصورة ولا في سوهاج ولا أسيوط ولا في سيدي براني ولا في رفح ولا في الشيخ زويد ولا في حلايب وشلاتين ولا في أسوان ولا في العريش ولا حضرتك في بورسعيد أو إسماعيلية أو السويس أو الشرقية أو الغربية أو المنوفية أو البحيرة أو القليوبية أو بني سويف أو الوادي الجديد أو قنا أو الأقصر أو أسيوط أو المنيا، كل محافظات مصر ولا الجيزة ولا القاهرة، كنا فين؟ كنا فين في اليوم ده؟ اليوم العظيم ده؟ ولا دمياط كنا فين؟ ولا اسكندرية بأهلها وناسها المحترمين كنا فين؟ ولا كفر الشيخ بأهلها وناسها المحترمين كنتوا فين حضراتكم؟ ولا البحيرة وأهلها وناسها المحترمين؟ كل مصر، كل مصر، لو نسيت حد فكروني، بحاول كل الناس، كل المحافظات، كل الشعب العظيم خرجنا في هذا اليوم أكتر من 30/6. يعني 30/6 لو كنا بنتكلم على 33 مليون، في 3/7 خرجنا حوالي 40 مليون. ودي صور من الجو للشعب المصري اللي خرج وما نامش في اليوم ده. كان مفترض بيان القيادة العامة، سيد الرئيس كان مفترض، أو الفريق أول عبد الفتاح السيسي، خلينا نتكلم على في ذلك الوقت سيادة الرئيس أو سيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي. اليوم ده كان مفترض البيان 5 الظهر، اتأجل 8 مساء ثم 9 مساء. واحنا في اليوم ده كنا في قناة التحرير، وزملاء الافاضل اللي انا لازم ادي برضو الفضل لاصحابه، ولازم نتكلم يعني ونقول الناس عملت ايه، لانه كمان مهم قوي، كل واحد ليه دور في هذا اليوم بقدر الامكان. ال 100 مليون ولا 90 مليون ليهم، كل واحد ليهم ليه دور، ولكن ايضا حضراتكم حاجات ما كنتوش تعرفوها وكانت خافيه عنكم وما تعلموهاش. حق الرجال وحق الابطال يرجع، ومهما انا بقول لكم مهما تعمل من تكريم ومهما تدي نياشين ومهما تدي اوسمه ومهما تدي ترقيات ومهما تدي، ولا يجي واحد من مليون ما يستحقه رجالكم من الابطال القوات المسلحه والشرطه. وانا بقول لحضراتكم على الهوى، مهما تعمل وتسن وتقول هنعم، ولا شيء، ولا يجي واحد من مليون من الدور الحقيقي والتاريخ اللي قدموه لينا. لان احنا في اليوم ده اللي حضراتكم واقفين في التحرير، حضراتكم في التحرير، الملايين المصريين بقول لكم في كل مكان خرجنا ننتظر، بنتابع الشاشات، نتابع البيان. البيان هيقول ايه في اللحظه دي؟ لما الفريق اول عبد الفتاح السيسي قال تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يا خبر ابيض، هو ده كانت اللحظه دي. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية اليمين كذا أمام الجمعية رئيسا للبلاد وفترة يا خبر، هي دي مصر؟ افتكروا 3/7/13، هذه لحظة تاريخية فارقة في حياتنا، وأنا بعني كلمة حياتنا، لأنه اليوم ده لو ما كانش القوات المسلحة انحازت لإرادتنا كان زماننا حضراتكم عارفين كنا هنبقى فين. عشان كده الشعب ما نمشي يوم 3/7، وكنت قاعد على الهوا من الساعة 4:30 مساء أو 4 مساء، خلصت الساعة 5 صباحا في اليوم ده، لأنه الناس ما نامتش والناس قاعدة في الشوارع، وإحنا نازلين ورايحين. يعني كنا طبعا مش قاعدين في بيوتنا، كان في تهديدات، وسبنا بيوتنا من يوم 26/6، يوم 26 يونيو، إنه ما نباتش في بيوتنا. وعدنا انا واحد من الناس يعني اللي سبت بيتي 26 يونيو لحد يوم 5 يوليو، رجعت بيتي 5 يوليو. حضراتكم متخيلين؟ وبعيد عن بيتي طبعا، واولادي معاكم، نازلين عند الاتحاديه باسرنا كلنا عند الاتحاديه، وطول الوقت طبعا انت بتشوف، لانه تهديدات لينا بالقتل والاغتيالات والخطف وكل الحاجات اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها او لا تتخيلوها، ولكن ما خفناش، لان احنا كنا حتى تضع، وايه يعني؟ وايه يعني لما تستشهد عشان بلدك؟ وايه يعني ما يضحي عشان بلدك؟ لان هو كنا عايزين اللحظه دي. رجال القوات المسلحه، سيد الفريق اول عبد الفتاح السيسي، لما وقف امام العالم وتحدى العالم اليوم ده 3/7، وانا بقول لكم ليه انحاز لاراده ملايين المصريين، لم ينحاز
اللي كانوا بيحكموا والخونة والتنظيم والرئاسة. لا، الجيش مش بتاع حد، قلناها وبنقولها دايما، قواتكم المسلحة بتاعت حضراتكم، بتاعت الشعب العظيم ده اللي كان في كل ميادين مصر في هذا اليوم التاريخي. عايز اقول لكم 30 يونيو اكتمال الحقيقي ليها النهاردة، 3/7 هو اليوم الاهم في تاريخ مصر. انا ما حضرتش حرب اكتوبر، كنت صغير لسه في اولى اعدادي، ولكن حضرت انتصارنا، لانه عندنا انتصارين عظيمين. يوم 6 اكتوبر 73 لما انتصرنا على العدو الكيان الصهيوني، وفي 3/7 لما انتصرنا على العدو الكيان الارهابي الاخواني. دول اللي انا بالنسبه لي هما بالنسبه لي اعظم حدثين في تاريخ مصر الحديث. اعظم حدثين لو عايز تتكلم على التاريخ الحقيقي، انتصرنا في اكتوبر العظيم على العدو الاسرائيلي، وانتصرنا في 3 يوليو 13 على العدو الاخواني. العدو الاخواني هو بالضبط العدو الاسرائيلي، العدو الاخواني هو بالضبط العدو الاسرائيلي الصهيوني القاتل، هو نفسه العدو الصهيوني المجرم، هو نفسه العدو الاخواني المجرم القاتل. الجواسيس، حكم الجواسيس، تخلصنا في 3 يوليو 13 من حكم الجواسيس بالضبط زي ما تخلصنا وحررنا ارضنا في 6 اكتوبر 73 ايضا يوم 3 يوليو 13 حررنا ارضنا وبلدنا من حكم وعصابة الارهاب والخونة والجواسيس. 3 يوليو 13 هو يوم الانتصار الحقيقي.